ليش عمي ما نصفني؟ أنا قمت فيه، خدمته طول هالسنين، بعدين من وين طلعت كل هالفلوس؟ ليش كل هالمدة معيشنا بهالفقر؟ مشكورة، ما قصرتي. بدل ما ترحمين عليه الريال اللي عشنا في خيره كل هالسنين تقولين عنه هالكلام؟ اسمعني عادي عبد الرحمن، انا بشتري لي بيت غير هالخرابه، ولا ما بقعد لك دقيقه واحده فيه، فهم؟ تقدرين تسكرين الباب بوي، انا ما الومك، بس لازم تعطيني فرصه عشان اتكلم. يقولي خبرت اهي وين وراح لها؟ صدق؟ هذه ايش فيها؟ مو كافينها عايشه في بيت جنة قصر؟ همتها بتاخذ الريال من مرتها؟ اقول لك الله لا يرويك هذاك البيت، ول 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 ول، شحلات شحلات، يرد الروح. خلف الله علينا، احنا شنملك؟ عايشين في هالبيت الخرابه.